حياكم الله مشاهدينا الكرام، الفقرة الثانية مع البروفيسور الدكتور عبد السلام جهان، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة. طبعا الدكتور متخصص في جراحة المناظير والأنف والأذن والأنف والجيوب الأنفية والرأس والرقبة، جراحة تجميل الأنف وجراحة الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة، استشاري أمراض السمع والاتزان، استشاري جراحة الشخير وأمراض النوم، محاضر بكلية الطب جامعة مصراتة، رئيس مجلس إدارة مستشفى الزهراوي التخصصي. والحقيقة اليوم سعداء جدا جدا بتواجدك دكتور، أهلا وسهلا بك في برنامج أخبارنا وتلفزيون مسار. مساء الخير أستاذ عز الدين، أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين. حياك الله وسعيد جدا بتواجدك معي. طبعا في إطار توطين العلاج في الداخل، والحقيقة هذه نقاط مهمة اليوم اللي حنتكلموا عليها، وحنتطرق أيضا لأمراض الأنف والأذن والحنجرة للاستفادة من وجود حضرتك اليوم. لكن اليوم لو تحدثنا على موضوع توطين العلاج في الداخل، كيف شايفه دكتور؟ من ضمنها زراعة القوقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فكرة توطين العلاج بالداخل فكرة ممتازة جدا. نعم. فكرة جميلة، لو طبقت يعني جيدا حتكون فكرة ممتازة. يعني أنت بعملية توطين العلاج بالداخل، نعم، المقصود منه أن بدل من أن المريض متاعي يطلع خارج ليبيا يقوم بإجراء عملية يعني خارج ليبيا، وتكون المصاريف كثيرة وتكون النتائج قد تكون يعني مكلفة جدا، أنا نستغل النقطة هذه ونفلتر حالاتي اللي هي ممكن أنني أقدم لها خدمة داخل ليبيا ونقوم بإجراء العملية داخل ليبيا. وبالطريقة هذه أنا استفدت حاجتين أو ثلاثة. الحاجة الأولى أنني وفرت عملة صعبة على دولتي ليبيا. الحاجة الثانية حتكون الأسعار أكيد فيها نوع من الاقتصاد. والحاجة الأهم الثالثة واللي احنا لمسناها، أنك أنت بالطريقة هذه ستبني منظومة ستطور العملية الصحية والعملية الطبية داخل المدينة. نعم. تمام دكتور، والله نبي نسألك سؤال، والحقيقة أنت يعني سؤال ممكن يكون عندك فلسفة فيه، وأنا الآن يعني سؤالي ليك مش من باب المسؤولية بقدر من باب المعرفة وفهم وإدراك الحالة الصحية في ليبيا. وحضرتك سيد العارفين من سنوات مضت ودائما في مشروع لتوطين العلاج في الداخل، الحكومة اللي تجي تتكلم على توطين العلاج في الداخل، النظام السابق يتحدث أيضا على توطين العلاج بالداخل، لكن للأسف ما وصلناش لنتيجة كبيرة. تم صرف المليارات بناء مستشفيات، مثلا لو جينا مركز طرابلس الطبي، مركز بنغازي الطبي، مركز سبها الطبي، مركز مصراتة الطبي اللي اليوم بصراحة نعتبره فيه من أهم المراكز اليوم انتعشت خلال السنوات الأخيرة. لكن حسب وجهة نظرك دكتور، شنو السبب اللي يخلينا لهذه اللحظة مازال الليبيين يعالجوا في الخارج، وعذرني في الكلمة، فيه عدم ثقة بين المريض الليبي والطبيب رغم القدرة والكفاءة الليبية متمكنة؟ سيد الزين، والله أنا من خلال تجربتي كاستشاري أو كأخصائي، أحكي لك من خلال تجربتي كأخصائي أنف وأذن حنجرة، ويعني الآن أكثر منكم من 20 سنة في هذا المجال، في مجال هذا التخصص. المقارنة لو نجي نقارن ما بين شغلنا في البداية وشغلنا الآن، نعم، من ناحية ثقة المريض في الطبيب الليبي كأخصائي أنف وأذن حنجرة، الموضوع تغير جدا، تغير 180 درجة. احنا الحمد لله يعني الآن ناس تشخص في تونس، ولما يقول أنت محتاج إلى تدخل جراحي، نعم، يرجع ليبيا ويعمل عملية في ليبيا. يعني في أصبح ثقة كبيرة جدا. لكن حتى يعني حتى عملية فلسفة اللي هي العلاج بالخارج موجودة حتى في تونس. يعني حتى نجد توانسة مثلا يحبوا يعالجوا خارج تونس، جزائريين يعالجوا خارج الجزائر. ففلسفة العلاج خارج الدولة أو خارج الوطن هذه موجودة وثقافة في كل الشعوب. لكن حقيقة يعني هناك تغير كبير جدا نتيجة التطور الكبير اللي شهده قطاع الصحة، بالذات في مجال تخصص الأنف والأذن والحنجرة. احنا كثير من العمليات نجريها الدقيقة، وعمليات زراعة القوقعة يعني تجرى الآن داخل ليبيا وداخل مدينة مصراتة. فحقيقة صراحة يعني صراحة يعني في مدينة مصراتة بالذات يعني لمسنا أن هناك تغير في الثقة
ما بين الطبيب الليبي والمريض الليبي الموضوع أصبح أحسن كثير من ما سبق يعني. باهي دكتور، خلينا نجي لموضوع القوقعة. القوقعة هل هي مرض أم أنه تشوه خلقي؟ لأن في تضارب أعتقد بين الوصفين. نعم، القوقعة التي تزرع أو الجهاز اللي يزرع هو جهاز يعوض المريض فاقد السمع. تمام؟ تمام. كل إنسان يولد بقوقعة. تمام؟ لكن هل القوقعة هذه شغالة أو ما تشتغلش؟ هذه طبعا يعني هنا يحدث المرض يعني. فإذا حصل مع العمر أو نتيجة مرض ولادي أو نتيجة عامل وراثي حصل أن هناك القوقعة لا تشتغل ممتاز للطفل، الطفل فاقد السمع، في هذه الحالة نقوم بزراعة هذه القوقعة الصناعية وهذا الجهاز الصناعي اللي يعوض فقدان السمع. وبالتالي يعني أنا بهذا الجهاز اللي حنزرع الطفل الصغير يعني قبل 5 سنوات، أنا يعني أنقذت هذا الطفل بدل من يكون يعني أصم وأبكم في المستقبل، حيكون يعني طفل سوي، طفل سليم، بإمكانه أن يدرس في مدارس العادية، بإمكانه أن يتكلم، بإمكانه أن يمارس حياته، بإمكانه أن يكون إنسان منتج في هذا الوطن. فيعني زراعة القوقعة أو القوقعة في حد ذاتها هي عبارة عن جهاز يزرع كتعويض للقوقعة التي لا تعمل، اللي هي القوقعة الطبيعية الموجودة في جسم الإنسان طبيعيا يعني. تمام. الحالات اللي الآن في ليبيا دكتور، وتحديدا في مصراتة، في مركز مصراتة الطبي، كم يقدر عدد الحالات اللي تم إجراء عملية لهم أو تركيب جهاز لزراعة القوقعة؟ طبعا احنا في مركز مصراتة الطبي نشتغل على كل مدن ليبيا، احنا نشتغل على كل مدن ليبيا بدون اي يعني تحديد مكان معين. نعم. فأي مريض يأتينا من أي مدينة في ليبيا نقوم بزراعة القوقعة عليه بعد التشخيص طبعا وتجهيز المريض. احنا بدأنا زراعة القوقعة في مدينة مصراتة أو في مركز مصراتة الطبي من سنة 2012، واحنا مستمرين يعني غدا إن شاء الله حيكون لنا زراعة قوقعة أخرى إن شاء الله لمريض من مدينة بنغازي. نعم. حتى هذه اللحظة عدينا 350 حالة زراعة. احنا زرعنا حتى الآن 350 حالة، الحمد لله كان نتائجهم ممتازة جدا ويعني جيدة جدا، ويعني أصبحوا يعني يتمتعون بنعمة السمع ونعمة الكلام. هناك أيضا لدينا قائمة انتظار تنتظر الزراعة. حتى الآن القائمة التي تنتظر في مدينة مصراتة 230 حالة. فهي المشكلة يعني أن الجهاز مكلف شوية وتوفيره من الدولة صعب شوي، ولكن احنا عاملين جهد في تواصل مع كل الجهات لتوفير هذا الجهاز، لأن يعني تأخر في زراعة القوقعة يعد مشكلة وقد يولد نتائج غير جيدة. فاحنا كل ما نزرع بدري، كل ما نزرع مبكرا، حتكون النتيجة ممتازة إن شاء الله. كويس دكتور، أشرت لنقطة مهمة أن في حال تأخر في زراعة القوقعة حتكون في مشاكل يعني في غنى عنها المريض. فشين المشاكل اللي ممكن تتسبب لو في حال ما تأخرت الحالة في زراعة القوقعة؟ لأن هذا الكلام اللي تقوله حضرتك هو للجهات اللي من المفروض أنها توفر القوقعة، لأن خلينا نقوله نوع من تحمل المسؤولية تجاه المواطن. والله يا أستاذ عز الدين، احنا يعني نحمل كل مواطن ليبي وكل مسؤول ليبي مسؤولية يعني تأخر زراعة القوقعة في ليبيا. للأسف الشديد كلما تأخرنا في زراعة القوقعة فإن الطفل يصاب بالصمم الدائم ولا تنفع له أي وسيلة أو أي سماعة أو أي قوقعة في المستقبل. يعني أنا عندي عمر محدد اللي هو 4 سنوات أو 5 سنوات كحد أقصى. كلما كانت الزراعة مبكرا كلما كانت النتيجة ممتازة وجيدة، لكن لو تأخرت في الزراعة
ماذا يحصل؟ يحصل ضمور كامل لخلايا المخ المسؤولة عن الكلام وعن السمع، وبالتالي تكون زراعة القوقعة كعدمها لن تؤتي بأي نتيجة، وسيكون عندي طفل أصم وأبكم مدى الحياة. فلهذا أنا أوجه من خلال برنامجك الطيب نداء عاجل ونداء مهم جدا لكل مسؤول في دولتنا الحبيبة إن هو يتكاتف معنا ويتعاون معنا. وأنا يعني كعضو في لجنة زراعة القوقعة على مستوى ليبيا أناشد الجهات المختصة، أناشد أمانة وزارة الصحة وكل الأجهزة الصحية الموجودة في ليبيا إنهم يوفرون قواقع بأسرع وقت ممكن. للأسف الشديد نحن لم نستلم طلبيات قواقع ممتازة من سنة 2019، ولهذا نحن يعني وقعنا في إحراج جدا مع المرضى ومع الآباء ومع الأمهات الذين يسجلون أبنائهم في قائمة الانتظار ولا أحد يتصل بهم. نحن يعني نقوم بزراعة بشكل كبير جدا بالذات في مركز المستشفى الطبي، نتميز بكم كبير من الزراعة، ونتميز بزراعة الحالات المعقدة والصعبة على مستوى ليبيا. ولهذا يعني نحن في انتظار الدعم من الدولة إن شاء الله. نعم، هل الدعم من وزارة الصحة فقط أو أنه ممكن يكون من جهات تانية مثل المؤسسة الوطنية للنفط، صندوق الضمان الاجتماعي، صندوق التضامن، الجهات اللي عندها القدرة على تغطية النفقة المالية لزراعة القوقعة؟ هو شوف أستاذ زدين يعني هي القوقعة هذه مسؤولية وزارة الصحة، يعني وزارة الصحة هي مسؤولة عن توفير القواقع للمرضى، إنما التضامن الاجتماعي الجهات الأخرى قد ترعى عمليات الزراعة بالمساعدة بتوفير مثلا يعني قطع غيار، مثلا توفير يعني مدربين، رعاية مؤتمرات أو ورش عمل خاصة بتطوير هذا البرنامج. لكن البرنامج زراعة القوقعة أستاذ عز الدين برنامج وطني، برنامج يعني مهم جدا. يعني تعودنا دائما أن وزارة الصحة تتكفل بتوريد هذه الأجهزة وهي من تقوم بذلك. طبعا يعني هي المشكلة اللي تواجهنا في زراعة القوقعة وخلها يعني عدم توفرها صعب شوية هي غلاء سعر القوقعة حقيقة. يعني انت تتكلم كم تقريبا تكلفتها دكتور؟ لاننا نسمع ديما انها غاليه بس ما قدرش نوصل لنتيجه معينه بصراحه، خشيت على النت ارقام متضاربه. هو طبعا سعر القوقعه يعني بالضبط يعني من 120,000 او 130,000 الى 150,000 حسب دينار يعني ولا دولار موديل الجهاز ونوع الجهاز، لكن دينار ليبي يعني 150,000 دينار ليبي يعني تقريبا حوالي 28 او 25,000 اورو او 30,000 دولار يعني. فهذا الغلاء السعر يعني خلى المريض الليبي يعني مضطر لانتظار دوره في المستشفى العام. نعم، لو كان سعر الدولار او سعر الجهاز كان سعر مثلا يعني زي باقي الاجهزه يعني 15,000 20,000 ممكن المريض الليبي يتصرف ويزرع على حسابه. لكن المشكله هنا استاذ عز الدين انك انت تتكلم في جهاز قيمته 150,000 دينار ليبي، ولهذا اصبح توفير الاجهزه يعني مرهق بعض الشيء. ولكن يعني لا 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 مناص من توفير الجهاز، لانك انت يعني باختصار شديد انا ديما اقول في كلمه للمسؤولين نقول لهم ان زراعه القوقعه مشروع مربح، مشروع مثمر للدوله. كيف ذلك؟ انك انت يعني لما تزرع قوقعة للطفل الصغير منذ البداية أنت حولت الطفل هذا من معاق يتقاضى معاش ضماني أو معاش اجتماعي ويعالى على المجتمع إلى إنسان سوي منتج، قد يكون مدرس، قد يكون طبيب، قد يكون مهندس. وبالتالي أنت دفعت 150 لهذا الطفل، لكن أنت في المستقبل ستجني ثمار هذه الزراعة وسيتولد عندك طفل حولت من خانة الإعاقة حالة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى إنسان سوي قد يكون منتج في أي مجال من مجالات الدولة. تمام. دكتور أنا عندي سؤالين من واحد من المواطنين الآن على المباشر. السؤال الأول هو هل لما يتم زراعة القوقعة، القوقعة هذه حتقعد طول العمر في الطفل هذا حتى يكبر وإلى أن
ربك ياخذ ما انت فيه او انها هي فتره مؤقته؟ لا، هي طبعا هذا موضوع دائم. انا لما ازرع القوقعه، القوقعه هذه مدى الحياه، انا حكمت على الطفل ان هو سيظل بهذه القوقعه مدى الحياه. والجهاز طبعا جهاز هو يعني جهاز اصلي وذو جوده عاليه جدا. نعم. ولهذا تلقى يعني انا عندي مرضى يتابع عندي زارعين قواقع من 30 سنه ومن 35 سنه، ويتكلموا عادي، يتكلموا طبيعي جدا، والامور بتاعهم كويسه يعني. فهذا الجهاز جهاز دائم لا يتغير الا اذا حصل لا قدر الله تلف مفاجئ او كسر في الجهاز، ممكن يتبدل او يتغير في اي لحظه. لكن ما عدا ذلك يعني جهاز القوقعة جهاز يعتبر جهاز مدى الحياة. تمام. بعيد عن القوقعة، سؤال آخر دكتور تحملنا شوية، معلش المشاهدين متفاعلين مع حضرتك. سؤال من سيدة تتحدث، قالت إن عندها أمها عندها ظنين أو طنين في الأذن، وحتى مشت لدكتور وأعطاها دواء، ما زالت هذه المشكلة مستمرة، هل لها علاج أو إن الموضوع يحتاج أكثر تركيز سواء كان من تحاليل أو غيرها؟ هو ببساطة أعتقد أن طالما هي أمها فهي كبيرة في السن بعض الشيء، فطبعا مع تقدم العمر يحصل نوع من نقص السمع العصبي الحسي، وهذا يتسبب في عملية طنين للأذن. وأنا طبعا يعني مرضاي لما يأتوني بهذه الشكوى وأعمل لهم تخطيط سمع وأتأكد من هناك أن ضعف في العصب السمعي أو نقص في السمع، نقص عصبي حسي، في هذه الحالة أنا أنصح المريض بعدم تناول أي أدوية، لأن الأدوية هذه يعني نسبة نجاحها ضعيفة جدا. أنا أنصح المريض دائما بأن هو يحاول أن هو يتغاضى أو يتحمل أو يتجاهل هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع غالبا ما يكون لفترة محدودة ثم يختفي مباشرة. الشيء الوحيد اللي ممكن يساعد المريض هو عمل سماعة أو معينة سمعية، سماعة طبية. هذه السماعة الطبية تحسن السمع بتاع المريض، وبالتالي يحصل نوع من تخفيف هذا الصوت على المريض، وبالتالي يحصل شعور، نوع من الشعور من الراحة من هذا الصوت. لكن المحصلة ستزدين أن طنين الأذن طالما كان السبب بتاعه ضعف في السمع أو ضعف عصبي حسي، أنا أنصح المرضى أن هم يبتعدوا عن الأدوية، يحاولوا يتجاهلوا الصوت، وهو فترة وهيختفي إن شاء الله. نعم. طيب الإجابة واضحة أختي الكريمة، يعني إذا كان صوت الدكتور ما كانش واضح، الابتعاد عن الأدوية، التعامل مع الحالة كما هي، هذا ما شار الدكتور، ويحاول أن يتغاضى عن هذا الصوت لأنه بعد فترة حيزول. طيب دكتور، أنا في موضوع زراعة القوقعة، هل حقيقة أو المفروض أو خلينا نقوله أن الصحيح واللي يتماشى مع حالة الطفل أن من 10 إلى 12 شهر هذا هو المفروض يكون المنطقة والمرحلة المهمة واللي يعني تساهم في نجاح زراعة القوقعة، ولا اللي عند الأربع خمس سنوات عادي؟ لأن أنت بكر أشرت قلت اللي عند الأربع سنوات والخمس سنوات، الأربع سنوات يعني هذا كحد أقصى. لا، هو أستاذ دين احنا نفضل الزراعة بعد عمر سنة أو سنة ونص، يعني هو قبل سنة أو سنة ونص تكون الجمجمة يعني لم تنمو بعد أو لم تكتمل بعد، فنحن نفضل الزراعة بعد عمر سنة أو سنة ونص حتى أربع سنوات. يعني كلما كانت الزراعة قريبة من السنة ونص أو السنتين أو ثلاث سنوات ستكون زراعة ناجحة وممتازة وتعطي نتائج أفضل. تمام. ما قبل سنة تكون صعبة على الطفل شوية. نعم. يفضل هي يعني تكون بعد سنة ونص أفضل حاجة. طيب دكتور، أنت طبعا الوقت داهمنا، وهذا سؤالي الأخير لحضرتك، يعني طفل عمره أربع سنوات أبكى ما يسمعش خلال هذه الفترة كاملة، أربع سنوات ما يسمعش أي صوت، لا أبوه لا أم لا تلفزيون لا رسوم ولا شيء، فجأة تركب له أنت القوقعة ويبدأ يسمع وترجع الحالة الطبيعية، في هذه الحالة هل يحتاج خلينا نقوله إلى نوع من العناية النفسية، نوع من العناية الاجتماعية المهمة جدا، وإلا الأمر عادي؟ لأن حتى دكتور كم مرة في مرة وليش سألتك السؤال هذا،
تذكرت انك كم مره في مره نشوفه في لقطات فيديو على اليوتيوب او وسائل التواصل الاجتماعي، طفل له فتره ما كانش يسمع، بمجرد ما يركبوا له السماعه يبتسم ويحس في البدايه زي نوع من الصدمه. هذه الصدمه كيف يتم التعامل معها ولا عادي؟ حقيقة يعني موضوع أو سؤال يعني جميل جدا، مهم جدا. طبعا نعم. احنا لما تعودنا أول ما يسمع الصوت أول ما تتم الزراعة بعد أسبوعين بالضبط يتم تركيب الجهاز الخارجي وتفعيل نعم. الجهاز الخارجي، تمام؟ في هذه اللحظة يتم إرسال صوت للطفل والطفل يسمع الصوت. أول ما يسمع الصوت الطفل هو طبعا مش متعود أن يسمع صوت قبل هيك، فيصير نوع من البكاء، نوع من الخوف، نوع من يعني التركيز في الحالة هذه. طبعا المرحلة ما بعد الزراعة هي أهم من الزراعة نفسها. يعني نجاح عملية الزراعة تعتمد بدرجة كبيرة جدا، أو خلينا نقول يعني تصل إلى 70% من نجاح عملية الزراعة تعتمد على المرحلة ما بعد الزراعة. كيف ذلك؟ نعم. العناية بالطفل ما بعد الزراعة وعملية اللي هي تعويد الطفل وتعليم الطفل كيف يستخدم الجهاز، نعم، ومتابعة أخصائية النطق بالمركز يعتبر يعني عامل مهم جدا في نجاح هذه العملية. أنا على سبيل المثال مثلا لو لاحظت من البداية ان الاسره هذه غير مهتمه بالطفل نتاعها، يعني الاسره يعني ماهيش مهتمه بالطفل نتاعها، فانا شخصيا اقوم بالغاء عمليه الزراعه، لان اقوم بزرع. يعني احنا لازم يعني عشان نزرع القوقعة للطفل هناك فحوصات، يعني نمر بفحوصات وفلتره وتدقيق وتغربيل قبل الزراعة. يعني لازم الطفل يمر على أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي، ولازم نعمل مقابلة شخصية للأسرة نفسها. نعم. نتحدث مع الأسرة يعني هل في إمكانية أن هي متابعة أخصائي نطق بعدين أو لا. ففي الحالة هذه إذا كان رأينا اهتمام كبير من الأسرة، نعم، والأسرة هي متشجعة لعملية الزراعة، مباشرة نقوم بالزراعة. أما إذا لاحظنا أن الأسرة هذه غير متشجعة لعملية الزراعة، فلهذه الحالة هنحكم على الزراعة من البداية بفشل هذه العملية. فيا سيد عز الدين، المرحلة ما بعد الزراعة هذه مرحلة مهمة جدا، نعم، ولهذا الطفل محتاج إلى عناية جيدة، عناية اجتماعية، عناية نفسية، وعناية تعليمية تدريبية، وقد هذه الفترة لمدة سنة أو سنتين، وهي متابعة أخصائية النطق بالمركز حتى يتعود الطفل على استخدام الجهاز واستخدام اللغة الجديدة التي ينتجها هذا الجهاز الجديد. نعم. عملية الزراعة تقوى عملية ناجحة جدا لو احنا عرفنا كيف نختار المريض وكيف نتعامل مع المريض ما بعد العملية. ممتاز. دكتور أنا للأمانة استفدت من حضرتك وسعيد جدا جدا بتواجدك معي، ونشد على أيديكم، واعتبروا الآن أمام المشاهد تلفزيون المسار ذراع إعلامي لكم، برنامج أخبارنا أيضا ذراع إعلامي لكم. في أي لحظة تحتاجون إلى تغطية إعلامية عمليات مهمة جدا، زميلنا طارق زروق موجود عندكم، ونتشرف بأن ننقل مثل هكذا بصراحة نجاحات، وهي مسألة توطين العلاج في الداخل. إذا كان عندك أي كلمة أخيرة دكتور أكيد مرحب بها. أشكر جدا على هذه تحت هذه الفرصة أستاذ عز الدين. صار فعلا نحن محتاجين من يوصل صوتنا لكل الناس الموجودة وكل الناس في بلادنا الحبيب وكل المسؤولين. نحن في حقيقة أستاذ عز الدين نعاني جدا من برنامج عدم توفير الجهاز، أتمنى أن يتوفر في القريب العاجل. أشكر كل القائمين على دعم وتطوير العلاج بالداخل. هي حقيقة يعني بادرة ممتازة، بادرة جيدة زي ما قلنا لو استغلت بالطريقة الصحيحة. نعم. عن تجربتي في هذا المجال في زراعة القوقعة في توطين العلاج بالداخل كانت عملية ناجحة جدا. حتى الآن عن طريق توطين العلاج قمنا بزراعة 20 قوقعة بمركز مسات الطبي، وهذا يعتبر يعني إنجاز كبير جدا. نعم. الحمد لله. أشكر كل القائمين على ذلك، وأشكرك وأشكر كل السادة المشاهدين وتلفزيون. نعم. المسار. شكرا لك البروفيسور عبد السلام جهان، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، على كل هذه التفاصيل. الحقيقة اليوم الحديث على دعم مثل هكذا برامج مهمة جدا، وهي زراعة القوقعة، زراعة القرنية، زراعة الأعضاء أيضا،
اللي هي الكلى وغيرها. واليوم الدكتور عبد السلام أشار إلى 350 حالة تمت في مستشفى أو مركز بالصلاة الطبية، وعندنا مشكلة في جهاز التوقع، وراهو يا سادة يا مسؤولين يا وزارة الصحة يا من يمكن أن يوفر هذا الجهاز، راهو عندنا في القائمة 250 حالة، 250 طفل ينتظر، لو فات الأربع سنين تصبحت فيه مشكلة كبيرة زي ما قال الدكتور. نتمنى النظر ودعم ومتابعة مثل هكذا برامج تساهم في تطوير العلاج الخارجي، لأن التكلفة كبيرة بكل، يعني تتكلم على حوالي 120 إلى 150 ألف دينار المواطن ما يقدرش، حتى اللي عنده مهما كان موفر قرشين، يعني في نهاية الأمر احنا دولة ليبية وعندنا إمكانيات. نتمنى دعم هكذا بصراحة نجاحات.